ما رح سامح ماما بحياتي. أنا بنتك. من هلأ ورايح رح كون بنت تانية وشخص تاني مختلف. عدنان شخص كتير منيح، حنون كتير، لطيف. رح كون مبسوطة معه كتير بابا، وما رح كون طعم لماما، وما رح خليها تستغلني. رح أتم الدنيا عليك يا فيروز خانم، وعد مني. الحقيقة أنا مو بالعادة إني انفعل بسرعة، بس لما سمعت طلبكن كتير استغربت. لازم تحس فيني كمان، بالبداية ما كانت الشغلة خاطرة ببالنا. تفضلي. اسلموا ايديك. صحة وعافية. يسلموا. بعرف اني تصرفت تصرف سيء بسبب انفعالي السريع، بس انا معذورة. انا بحب سمر فيروز خانم، وحابب كمل حياتي معها، ولأني بعرف إنها كمان بتحبني وموافقة علي تشجعت ورحت لعندك وطلبتها. بالأحرى لما طلبتها رسمياً كنت حاسس ومقتنع إنه رح توافي. هي القصة. كيف شفتيها؟ مثل الطاووس عم تتطلع فيه من روس مناخيرها ونافشة ريشاتها. وليش جاية؟ ما قدرت اسمع شي، لما انا فتت سكتوا. الانسان المربى ما بيتنصت، هالشي هذا عيب، لازم تخجلي من هالشي. يلا يلا على شغلك. انت جاهزه؟ بس يروح الطاووس منروح. تفضل. نعم كاتيا، احكي. ايه استغفر الله. يلا وبجهز حالك انت كمان، انا رح اظبط الشغل هون. لساتها عندكم؟ ها ويا ترى سمر خانم عندها علم بهالشي؟ الله اعلم. والولاد فكرت فيهم؟ لساتهم صغار، ومثل هيك شغلة رح تغير لهم حياتهم. أنا متأكد رح تتغير للأحسن. بعد ما أنت قلتي لي نحن اتنين هلأ لازم نفكر بحياتنا أكتر. بس سمر صغيرة، يعني بكرة أو بعده بجوز تندم على هذا القرار. أنا بعرف شو عم ساوي يا ست فيروز، وحتى هي تاخد وقتها، خليها تفكر منيح بالموضوع بلا العجلة. بس مالك شايف فرق العمر يلي بيناتكن؟ أكيد، وشايف هالشي لمصلحتنا. بتكون كل المشاكل وكل الهموم صارت من الماضي. تعرفي شو بدي؟ شو أحلام؟ أحلامي نعيش سوا حياة كلها سعادة وهنا. طبعاً أكيد عائلتي معي، حياتي معها أحلى، ومع أولادي كمان. معقول أنت حبيتها بهالسرعة؟ يعني مثل ما بيقولوا المي ماشية من تحتي وأنا ما عندي خبر. الحياة أحياناً بتجمع التناقضات، بتخلي الإنسان يلاقي سعادته بمحل ما بيتوقعه، والصدفة لازم نستغلها، لأنه إذا راحت من بين إيدينا بيجوز نندم عليها كتير. الظاهر لازم أعود حالي من هلأ لأتقبل هالشي. رح حاول. مبسوط كتير لأني قنعتك. بكرة بتشوف إذا كنت غلطانة ولا لا سيد عدنان، لأني بعرف سمر منيح،
هي ما رح تغير شي من حالها أكيد، لأنه أنا كل شي بيهمني بكل هالدنيا هو راحتها. سمر رح تكون مبسوطة معنا، أنت لا تشغلي بالك يا خانم. الأنسة لميس؟ أهلا فيكي فيروز خانم. لسوء حظي ما قدرت شوفك اليوم، حتى الأولاد مو هون. إذا بدك برجع بعدين بتمشى عادي، بعدين نحن بعد هلأ بجوز نلتقي كتير، رح نصير قرايب ولا ما عندك خبر؟ إمبلا كتير فرحنا. خاطركم. الله معك، سلمي على سمر خانم. أنت كمان بوسيلي الأولاد. نهال بتاخدي معك كعكة الشوكولاتة؟ ماشي عمتي باخدها. يلا بشير. هي عم اكل امي. كل ما شفت وحدة بتقول لها امي. بفرح لما بينادي لي امي. ما بتعرفوا قديش اشتقت لكم. وأكتر شي بتشتاقي لبشير. عم تغاري كمان؟ بكفي مراد، عن جد زودت كتير. أنا عم بمزح. قوم غسل إيدك ووشك وتعال. يلا. لازم تطولي بالك. هيك بدك تضلي تعصبي وتعيطي وشه حبيبتي؟ ما بيصير. بدك تحاولي تداري شوي. نهال ما قصدت تعيط عليه، بس مراد الله يصلحه بيضل بيطالع لخلقه. في شي ناقص بالبيت حتى نجيبه قبل المساء؟ لا حبيبي، كل شي جاهز هون، ما بقى إلا السلطة. بعدين إذا لزمنا شي بنجيبه على السريع. ما في تتحججوا بنوب، رح تبقوا هون عندي كم يوم ما هيك؟ وبيجوز لما يتجوز بابا رح ننتقل ونبقى عندك هون على طول. ما في شي مبين. مين رح يتجوز؟ معقول انت ما بتعرفي؟ يا الله نزعت المفاجأة. هلا عم تحكوا عن جد؟ مين العروس؟ العروس سمر بنت فيروز خانم. فيروز خانم ما غيرها حبيبتي؟ ليش رحتي؟ احكي ليش رحتي لعند عدنان بيك؟ اهدي شوي، لا تعيطي. إذا بتكوني طلبتي منه مصاري أو بتكوني قنعتي مثل ما قنعتي نهاد، شو رح تعملي؟ رح تبطلي تتجوزي من عدنان؟ أصلاً هذا اللي أنتِ عم تدوري عليه. عدنان بيحبني لإلي، 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 وما رح أسمح لك تخربي حياتنا، ما رح خليكي تاخدي منه قرش. كل شي بيملكه من اليوم ورايح إلي، وإذا مفكرة إنه رح تقدري تحطيه بجيبتك فأنت بتكوني كتير غلطانة وراح تشوفي هالشي. أنا بعرفها لهالمرة، نفس الطمع، نفس الغضب، نفس التكبر.
كنت تقليلي إنك بنت أبوكي، وأنا هلأ فخورة فيك يا سمر. أنت بنتي أنا. هاي بدلة عرس حلوة. انبسطت لأنه سمر رح تتزوج عمك. بصراحة أنا ارتحت منها ومن همها. حاجة بقى. ليش؟ بخاف عليك؟ وقحة، باردة ومملة. ولهالسبب نقيت أختها؟ لكرمال الله بشرى، ما فيها شي من الشغلات اللي بحبها. بس زبطت. شوف، هاي طلعت من نصيب عمك. بس بالحقيقة هالبنت حلوة. لوين مشيتي هالمرة؟ رحت على السوق شوي وقعدت بكافي كمان. خير ما عملتي. عدنان بيك إذا بتحب أنا بروح زيارة بكرة لعند نهال. خلص بكرة الصبح بروح. يسلموا. من بعد إذنك بدي أطلع على الجنينة شوي. أنا سلاميس. أنا غلطان شي. قصدي بخصوص الزواج. انت حاسس هالشي من جواتك؟ بس انا بحبها. معناها مو غلط. خلي اللي بده يصير يصير. شكرا على هالنصيحة. الظاهر رح نبقى انا وانت لحالنا بالبيت اليوم. سليمان ومرته طلبوا اذنه وراحوا، لكن رح حط الأكل. أنت بتحب تأكل بالجنينة ما هيك؟ إيه أكيد بالجنينة. دكار. سمر، شو يلي عم بيصير؟ صايرين عم تجتمعوا من ورا ظهري؟ أمك حبت تقابلني. بس ما تكون ضايقتك. بالعكس، هي اجت حتى تعتذر. عم تحكي عن جد؟ اجت واعتذرت مني بكل أدب. قلت لك ماما رح تتقبل الموضوع. بدك الحقيقة ريحتني. وشو عنا اليوم المساء؟ شو بتحبي تعملي؟ رح نتعشى لحالنا؟ مثل ما بدك، جهزي حالك. ناطرتك. أنا سلاميس، أنا مضطر أعتذر منك اليوم. ليش بقى؟ ليش غيرت رأيك؟ هلأ أجتني مكالمة. خلص من أجلها، أنا أصلاً لسه ما حضرت غير المشروب. هذا اللي أنا لحقته. شكرا كثير. بليز بلاها، بليز.
حليان كتير. هلأ ما بقى في شي يفرقنا. ايه نعم. أنا رح موت لأعرف كيف قدرت تقنع ماما. أصلاً إجت مقتنعة. أنا كنت أفكر إنه أنت حاكي معها. هي الله يسرها. وماما والولاد ما عملوا لنا مشكلة. مراد يلا حبيبي قوم نام بتختك. مراد كتير تعب. وانتي اذا تعبانه قومي نامي يا عمتي، انا وبشير رح نسهر شوي. لا ماني تعبانه. عمتي؟ نعم حبيبتي. ليش استغربتي وقت قلت لك بنت فيروز خانو؟ انتي بتعرفيهم شي؟ ابدا. نام هنيك بتيابه. فرط من التعب. بين انه بتحبه لبابا كتير. برأيي لازم تحترموا رأي أبوكي. ايه طبعاً أكيد. أنا مبسوطة كتير مشانه عمته. حاجته زعل. يلا خدها وتمشوا برا شوي. باخدها بس هي ترضى. يلا بشير. تصبحي على خير عمتي. دير بالك عليها. تصبحي على خير. شو صار لك؟ ولا شيء. بحب المزرعة كتير، بتذكرني بأيام زمان. هون بتختفي كل المسافات. نحن عايشين بنفس البيت بشير، لا تحكي كلام فاضي. أي مسافات؟ أنت فوق وأنا تحت. أنت بالنسبة إلي من أعز الأشخاص اللي بحبهم بهالدنيا. من بعد مراد أنت بعتبرك ابننا إلي. أنت أمانة أمي إلي. ماشي. ما حكيت مع بابا. دقي له. ما بقدر، تليفوني بقي بالبيت. احكي معه من عندي. مين هاد؟ بشير؟ هي أنا بابا، عم حاكيك من موبايل بشير. شوفي يا بنتي؟ ما في شي، بس عم سلم. أنا كنت رح أحكي معكم هلأ. كيفك حبيبتي؟ منيحة، نشغل بالي عليك. لا تخافي أنا منيح كتير يا عمري. تعشيت ولا لسه؟ تعشيت. مع لميس خانو؟ لا، لميس كل النهار برا. وسليمان أفندي طلب إذن اليوم وراح، ما في حدا بالبيت. يا الله، معقول ضل وحدك بالبيت؟ لا يا روحي. يا الله كثير ندمت اني اجيت لهون تركتك لوحدك. لا يا روحي لا تشغلي بالك بنوب، انا منيح. انت خدي راحتك، يمكن بكره الصبح احمل حالي واجي لعندكم وبشوف عمتك كمان. اشتقنا لك كثير بابا. تعال بترجاك. خلاص رح اجي. انت احلى اب بالدنيا كلها يا عمري حبيبتي. بابا. يا روح بابا. أنا بحبك كتير. وأنا كمان يا روحي. سلميلي على الكل حبيبتي وبوصيلي مراد. بيوصل. تصبح على خير. وأنت بخير. إن شاء الله ارتحتي. كتير متعلقة فيك. وأنا كمان متعلق فيها. بعرف إنك رح تتفقي معها، ومراد ما في أحلى من التعامل معه نهال. عم بتمر بفترة صعبة ما هيك؟
مراهقة صغيرة عم تعمل جهدة لتكبر، عم تعاند الكل مشان ما تحس إنه لساتها هي البنت الصغيرة. برافو عليها. أهلا وسهلا، شرفت. شكلي بكرة شوي، ما وصل حدا من الشلة؟ لسه ما جا حدا يا خانم. أي طاولة حجزت لنا؟ حجزنا لكم طاولة. رح أعمل جهدي اتفق مع نهال، رح خليها تحبني، أنت لا تخاف. أهلا وسهلا شرفت. أنا متأكد من هالشي. مرحبا. أهلين. صحة وعافية. لا تزعج حالك، بشوفك بعدين. الله معك. بعد شوي كل الصنبور رح تعرف إنه تعشينا سوا. أساساً هاد اللي بدنا إياه، ما هيك؟ أكيد. فيروز، وين أنت؟ أنا بالبيت. شوفي حذري مين قاعد قدامي هلأ. ما عندي وقت لحزازيرك هلأ، بدك تحكي احكي. سمر هون مع عدنان بيك. ايه بعرف. تعرفي؟ هلأ فهمت، يعني هلأ وظفتي بنتك منشان تدبر لك أمورك مع الزلمة وتفتح لك الخزنة؟ برافو عليكي. بلا هالحكي الفاضي تبعك، سمر وعدنان رح يتجوزوا. عم تحكي عن جد؟ وانت رضياني عن هالزواج؟ طبعا. عدنان بيك عن قريب رح يصير صهري، وما عاد شيل هم شي ابدا. عفوا، هاي المرة بتوترني كتير، عينك كنت عينك عم تتصل بهاد وهاد وتخبرهم. إذا بتحبي فينا نمشي. نمشي. طالما أولادك مو هون نشرب القهوة عندك بالبيت. هيك بيكون أحسن يا حبيبتي. أنا كتير عم بظلمه لبابا، ما هيك؟ هو كتير بحاجة لإلي وأنا عم بعد عنه. أكيد لازم ما أتصرف مثل أولاد صغار. طبعاً. خلينا نرجع. ليش نعستي؟ لا بدي أرجع على بيتنا على الفيلا يعني. بهذا الوقت؟ إيه يلا. نهال وقفي، ما بصير نروح، عيب مشان عمتك، ما بصير نرجع بهالوقت. بعد بعدين كيف رح نفيق مراد وناخده؟ مراد بيبقى هون. أنت ما عم تفهمني، لازم ارجع على البيت قبل ما يفوت بابا على المشغل، ولا رح يزعل مني. ليش؟ بترجاك لا تسألني، هيك وبس. طيب منروح الصبح بكير؟ لا هلا. أصبح بدك تشرحي لي سبب رجعتك بهالوقت، هذا شرطي. لكان بروح لحالي، ماني بحاجة إلك. يا مجنونة، وقفي لا تروحي. بدي روح. بدك تحكي لي ولا ما بتركك؟ تركني. لا. عم بقول لك اتركني. خلص رح احكي لك. امشي. البيت كتير هادي. ما قلت لك ما في حدا هون. هدوء بيريح الأعصاب. بس لميس خانم بتكون فوق. غريبة هالمرة، أنا كتير بخاف منها. أوه في حدا كان عامل حفلة هون. أنا رح شوف مين هون، يمكن يكون مهند. كيف تشربي قهوتك؟ بلا هالقهوة.
أيوة أيوة أيوة، مين في عنا؟ مساء الخير. أهلين. وينو عمي؟ فات لجوا يساوي قهوة. طيب رح أقعد معك لبين ما يرجع. الاحتفال مو قد المقام. هذا الاحتفال مو لإلنا، نحن هلأ إجينا. ليش عم تتصرفي معي ببرودة؟ وقت كنت أطلع مع بيسان كمان هيك كنتي. لأني بحب المسافات. قلتيلي في شي أخبار عن بيسان؟ كيف كانت سفرته؟ برأيي إنه أحسن إنك ما تهتم كتير بأختي. ليش؟ لا تكوني عم تغاري منها. مو حاسس إنك قابض حالك زيادة عن اللزوم؟ يا سلام مهند، هون كيفك يا ابني؟ منيح. انا رح استأذن منكم. سمر، كنت مبسوط لانك صرتي وحده من العيله. شكرا كثير. وانا تصبحوا على خير. وانت بخير. وانت بخير. وأخيراً كل الأضوية مطفية، معناتها أبوك نايم. هيك أحسن مشان أعمل له إياها مفاجأة. رجعوا بكير ليكون صاير معهم شي. ما بعرف. نهال مهند اتركني لحالي. شو صار؟ عم بقول لك اتركني لحالي وروح.
أنا رايح أشوفها. عدنان أنا بدي روح. انتظري شوي أنا بوصلك. ما في داعي أنا بروح، أنت روح شوف نهال. طيب رح خلي بشير يوصلك. ما في داعي. بترجاكي. بشير بشير وصل سمر خانو على البيت. أنا آسف تعكرتي الليلة. من اليوم ورايح رح تكون كل الليالي إلنا، ليش عم تعتذر؟ يلا روح شوفني هالفور. تصبحي على خير. وانت بخير. نهال إمتى أجيتوا لهون؟ شفتنا إمتى أجينا؟ وينه مراد؟ ضل من المزرعة. أنا ما قدرت ضاين وإجيت لأنك قلت لي إنك لوحدك. أنت كذبت علي نهال. تصبحي على خير مدموزيل. وانت بخير. حبيبتي أنا فعلا كنت وحدي وقت اللي حكيت معك. لا تأخذني، بس كان باب الورشة مفتوح. بتعرف كنت قديش حابة شوف صورتي. بس لسه ما خلصت. بعرف ما خلصت لأنك بلشت تنحت صورة سمرخانو. ما عاد فاضيلة نهال. طلعي فيني، ضايقتيني كتير. لا تشغل بالك، أنا عم ببكي لأنه مراد كتير ضايقني اليوم. ما فيني أشرح لك قديش بيكون غليظ أحياناً. ما عم بيسمع مني أبداً، ما
بضل يتبارد علي بالحكي. أنا أجيت لهون مشان أهرب منه، مشان يعرف قيمتي وما بقى يضايقني. أنا كتير بحبك يا عمري، كتير بحبك أنت ومراد، وما رح يتغير هالشي شو ما يصير بحياتنا. أنا رح ضل حبكن، ما في شي بيقدر بيبعدني عنكن حتى لو ما حبيتيني. كيف فيك تفكر إنه ما رح ضل حبك بابا؟ وأنت لا تفكري بهالشي أبدا. وبوعدك من اليوم ورايح رح أكون حذر أكتر. شكراً لك. تصبحي على خير. صرتي عم تستنيني على الباب. قررتوا امتى رح تعملوا العرس؟ عم نفكر نعمله بهالكم يوم. تحتي هلا؟ خلصتي شغلك اليوم؟ غريب، انتي من امتى صرتي تهتمي باشغالي؟ اندفعت لديون؟ اندفع جزء منها، بس لا تريحي حالك لأنه فيلا أبوكي لسه ممكن ينحجز عليها. أنا عملت كل شي بيطلع بإيدي، هلأ إجا الدور عليكي أنتي. بكره بنروح بكير على المزرعة مشان نجيب مراد. مع بعضنا؟ مع بعضنا. إذا بدك بحكي مع مهند كمان. لا ما في داعي، أنا بحاكي. مثل ما بدك. أهلين سمر. كيفك يا روحي؟ منيح. أنا مع نهال. طمني كل شي منيح؟ بخير، تمام. شكلك ما فيك تحكي براحتك. مزبوط. طيب حبيبي رح سكر هلأ. بتصل فيكي بعدين. خلص منحكي الصبح، أنا رح نام هلأ. اتصلت لأنه شغل بالي عن يال. شكراً لك. تصبح على خير. وأنت بخير. تصبحي على خير بابا.